سنشاهد بأنه القضية المتعلقة بالاعتراف الدولي بحركة طالبان لا زالت هي شغل الشاغل للمجتمع الدولي، يمكن بعد اللقاء الذي جمع بين مسؤولين أمريكيين وأيضا قيادات من قبل حركة طالبان في الدوحة. كانت هناك حديث كثيرة داخل المجتمع الدولي تشير إلى عملية الاعتراف بحركة طالبان، هل ستتم؟ هل إنه الولايات المتحدة الأمريكية سترفض هذا الأمر؟ أم حضراتكم طالبان تقول بأن واشنطن توافق على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان بعيدا عن الاعتراف السياسي بحكم طالبان؟ إذن هذا التصريح يأتي بعد تلك المحادثات التي تمت في الدوحة بين كل من المسؤولين الأمريكيين وبين قيادات حركة طالبان، وبموجب تلك التعهدات التي قدمتها حركة طالبان للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك كما قيل من جانب بعض المحللين في الصحف العالمية هناك قواسم مشتركة قوية للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين حركة طالبان، وهدف مشترك يتمثل في محاربة تنظيم داعش خاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها كابول وعدد من المدن الأفغانية، والتي أعلن تنظيم داعش عن قيامه بها، وأن هذا الأمر يمثل تحديا أمنيا كبيرا لحركة طالبان خاصة بعد وصف الحركة لتنظيم داعش بأنه يمثل صداعا كبيرا في رأس طالبان. لكن هم أشاروا إلى أن هذا الأمر لا يعد يعني تحديا كبيرا أو ضخما، ولكنهم قادرين بإذن الرحمن على القضاء عليه وعلى استتباب الحالة الأمنية.